اللهم بارك لنا فيما تبقى من شعبان وبلغنا رمضان اللهم ارزقنا صيام رمضان إيمانا واحتسابا يا حي يا قيوم اللهم بلغنا رمضان أياما عديده وأعواما مديده وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطاهرين. بداية بغيت نفتتح معكم هذا الفيديو بهذا الدعاء الجميل قولوا اللهم امين الله يتقبل منا ويتجاوز علينا ان شاء الله وصراحة نزولوا عن طلب بزاف ديال البنات قالوا لي شحال هذه مشاركتي معنا التاويل ديالك كان حماقوا عليه شكرا بزاف لكم لهلا يخطيكم وكنستغل هذه الفرصه هذه وجمعت افكار اللي بغيت نشاركهم معكم باش حتى نتوما تستافدوا منهم وخصوصا الناس اللي في الغربات حيوا هذه الاجواء الروحانيه عند وليداتكم فاول حاجه اللي بغيت نبدا بها هي هاد الهميزه هادي كيجي هاد هكا على هاد الشكل بالنسبه للوليدات مرقمين عدد الايام ديال الشهر الكريم مكتوب عليها ماغيش رمضان وكل ما كيفتحوا اي رقم يعني على حسب النهار من النهار الاول حتى نهار 30 كيلقاو شوكولا واحد السؤال ديني كيكون عندهم واحد التشويق باش يعرفوا شنو كاين وهذه كيجيبوها في رمضان صراحه رائعه وحلال موجوده دابا في الكوفلاند بسبعة اورو هما داير مكونات ديال كل حاجه باش الواحد كيكون متاكد اه شنو فيها خديت جويجات تاني حاجه هاد الوسائد هدول ولا التكايات اللي كيكونوا اه مرشومين بهذه الطريقه هذه مطبوعين ماشي مرشومين صراحه غزالين لاكاليتي ديالهم طوب انا يعني سبق لي وشاركتهم معكم كيكونوا كي يعني فيهم بزاف ديال المناسبات انا اختاريت هادو ديال الشهر الفضيل رمضان الكريم شوفوا لاكاليتي راه سبق لي وشاركتهم معكم صراحه الثمن ديالهم رخيص بزاف, بزاف بزاف اونلاين من الاي بي خديت بزاف ديال الانواع باش كنبقى كنبدل شاركتهم معكم في شي فيديو ولكن مبقيتش عاقله بالضبط وكاينين يعني الناس اللي ما كيشوفوش كل الفيديوهات فقلت علاش لا فرصه ندير لكم مقتطفات عليهم خفان زربان هادو ديال العيد هادي ديال العيد حتى هي شتو اللوينات كيحمقوا انا الصراحه ملي دخلت للسيد طخت شنو ناخذ شنو نخلي وهذه ديال العام الهجري غزالين الثمن ديالهم ما وصلش 5 اورو الوحده الصراحه واخا تمشيو تصوبوهم بيديكم راهم يطيحو غاليين وهذا الجهاز الديني اللي سبق لي وشاركته معكم صراحة رائع اللي يعني بغى التفاصيل أكثر ويستافد منه ننصحكم يكون عندكم في الدار لأن فيه مقرئين رائعين فيه الرقية فيه الدعاء فيه بزاف ديال الحاجات اللي يقدروا نستافدوا منه باش نعطيو شويه ديال الضو للمائده ديالنا اولا الركن ديالنا استعملت هذا السلك هذا اللي فيه هذه النقيطات هذو ما كيجيش معيق بزاف وكيعطي واحد لي فن خصوصا في الليل كتجي كي غير كيجي هذا البصل اللي شاعله ما هذا السلك هذا وكيعطي واحد البندر راقي كيمكن لكم تستعملوا ايضا دابا كاينين موديلات فيهم فوانيس فيها كالأرابيسك قليبات بزاف ديال الديكورات انا عجبني هذا نستعملو لان تبارك الله هذا الشيء مشارجي فخصنا غير شي حاجه اللي تكون خفيفه تعطي واحد اللمسه اللي زوينه وايضا استعملت هذا القران الكريم ما شاء الله شوفوا الامبالاج ديالو كيفاش داير رائع بزاف منبت كان جاني هديه من مرات يوسي الله يحفظها والله يخلف عليها والله يجازيها بخير كيف ما استعملت ايضا هاد لي موديل هادو اللي كيكونوا مقطعين بالليزر نجيمه والهلال والفانوس صراحه رائعين الفينيسيون ديالهم غزاله حتى هما من نفس السيت اللي خديت منو الوسائد كنظن ستة ديال القطاع جوج من الحاجة ما وصلوش سبعة أورو والتوصيل كان مجاني ما خلصت شي حاجة على لا ليفغيزون وكيف ما فيهم تقيبات اللي نقدروا نعلقوهم بهم كيصيفطوا معاهم حتى واحد الخويطات في اللون ديالهم ما كيجيوش باينين وكيجيو زوينين معلقين في الحيط وبغيت نذكركم ايضا كان سبق لي وحضرت اول زينه رمضان في قناتي في 2019 كان اول رمضان ليا في القناه صوبنا افكار انا ووليداتي واحد الركن جراقي بزاف واحد اليومية اللي درنا فيها أسئلة إن شاء الله نخليكم تكتشفوها نخليكم الرابط في صندوق الوصف باش ت... تاخدوا أفكار من بحال هاد المواضيع خصوصا لوليداتكم والناس اللي في الغربة هنا دخلت شوية ديال الوينات بهاد الصينية هادي الصينية صراحة خديتها غير من أكسيون باش كنشارك معكم الهميزات باش تاخدوا أفكار وغطيتها بهاد المنديل اللي بالبرونز كيحمق هذا كانت هدته لي ماما الله يحفظها لي مع سته ديال المنيدلات الكويسات بطرز الغرزه غزال وراقي ديال اوغانزا ومخيط بالبرونز كنديروا هكا المنيدلات ونحطوهم في الكويسات كيجي كي المنظر ديالهم راقي هذا الشكل هذا وهناك باش ما يحقليش البراد سينيا خديت فكره من هادو حطيتها بحال طبيقه اللي عليها البراد وهاد البراد كنت خديته هاد المره ملي مشيت للمغرب في البرونز كيحمق الصراحه المنظر ديالو والكاليتي ديالو ها هو يعني هوت كاليتي ديال الانوكس وكان 150 درهم يلا بقيت عاقله ما كيتصدى ما حتى شي حاجه ودابا ولا كيعجبني الصراحه اللون البرونز كيجيني حسن من الدوغي انا كيف كتعرفوني من زمان كان كيعجبني اللون الفضي ولكن دابا وليت كنميل البرونز ودرت له هاد الشوشيه هادي اللي كنت خديتها من زيغميلا في التخفيضات دراس العمر راه شاركت معكم الفيديو كيف كنقول لكم راه الميزات الواحد يستغلهم ويعرف كيفاش يوظفهم هادي كانت بالتخفيض باورو خديت في اللون هكا ما هو ذهبي ما هو كامل وخديت اللون الاسود استعملت هذه السبحه ايضا اللي ماشية في وهادشي ان شاء الله ماشي خصو يبقى غير ديكور ضروري ما نستعملوه. وايضا هذه السجاده الصغيره ديال الوليدات لويتها باش جا المنظر ديالها راقي وغادي نقدر نربطها بهذه السبحه الصغيره بهذا الشكل هذا هذه هاد تعطي منظر ايضا زوين هكا نقدروا نحطوها هكا لوليداتكم ولا في الركن ديالكم كت هي فكره كتجي زوينه ولا كيحمقني الخشب اللي منقوش بالارابيسك بهذا الشكل هذا خديت اربعه ديال القطع اونلاين واحد السيده كتصوبهم هنا في المانيا هكا نزينو بهم المائده ديالنا وانا جاتني فكره نستغلهم دابا في المناسبه الكريمه خديت اربعه وهذه ديال البراد صغيره وحطيت عليها هذا الباز او الفوطوفوغ فوق اللي الصراحه كيحمق كي كيحمق كي 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 كنت خديته من نازق حتى هو من التخفيضات ديال راس السنه كاين هذا الموديل كاين واحد الموديل واحد اخر اللي فيه بحال الدوائر هكا عجبني هذا سامبل ودرت فيه هاد الوريدات هكا جمعتهم باش ما يبقاوش كيتفل يعني كل وحده فين كتمشي ودرت في وسطهم هاد الورده اللي منبتها هكا بهاد العقيقات هكا ب شنو سميتهم هادو موزونات درتها الوسط هذه الصراحه كيديروها باش يشدو بها لي ناب اولا الديكور في القناه ديال الطبله ولكن انا عجبتني باش تهرس شويه اللون ديال هذا الغوز وفي نفس الوقت تجي عندها علاقه بهذا الفوتوفور وهذا الورد هذا الصراحه تقولوا عليه حقيقي كيحمق ما بينش عليه انه ارتيفيسيل وكيف قلت لكم جمعت فرقت ما بين الالوان ودرتها هي هنا الوسط وحطيتها وعلى فكره يمكن ايضا ما تجمعوهمش هكا تخليو كل كل يعني عرق ديال كل جدر ديال الورده وتخرجوا هاد التقيبات من هنا كيجي المنظر ديالهم حتى هو كيحمق الدوغي مع داك الخضر مع هاد الغوز اللي من هنا جربت جميع الطرق ولكن بالنسبه لي دابا بغيت هكا تكون باش الفاز حتى الى حركناه ما يطيح هذاك الورد كيبقى مجموع وهذا الورد على فكره ما كيدير لا لتشي لا شي حاجه كنت خديته من زيكميلا حتى هو وهذا الفوتوفور نقدروا نديروا فيه شي شميعه هكا ارتيفيسيال اللي كتخدم بالبيل باش ما نخافوش الله يستر توقع شي حاجه خصوصا مع الوليدات وفي الليل كتعطي واحد المنظر راقي بزاف هاد لو شومان دو طابل حتى هو كنت خديته من زيكميلا الناس اللي شافوا الفيديوهات راه يقدروا يعرفوا الثمن كيفاش كان وبشحال رجع كيتموج هكا صراحة كيحمق نبغيو نرجعو في اللون الاسود او اللي في الذهبي هذا اللون ما هو ذهبي ما هو برونز ذهبي غامق والطول ديالو تقريبا 30 على 120 كيجي وسط الطبله كيعطي واحد المنظر خطير تخيلوا نزينوا المائده به ومع هادو والطبيصلات يكونوا راقيين يا سلام كيعطي واحد اللمسه رائعه المكان اللي كنبغيو نزينو به لا سواء المائده ولا شي ركن بحال هكا فالمهم نتوما كتستغلوا شنو عندكم في الدار اكيد كل بيت وفيه شي تويشيات غير خص الواحد يعرف كيفاش يوظفهم هذا الكوفري هذا كيحمقني جاي هكا منمر صندوق قديم ستيل ديالو من الخشب وكيتحل بهذه الطريقه هذه يا سلام من احسن العطور اللي كان حمق عليها الناس اللي كيبغيو العود غادي يفهموني ها انتم القريشي للعطور فخامه الاسم تكفي ومن ضمن العطور ايضا اللي كتعجبني هذا ديال روعه العود غزال رجالي ونسائي في هذه اللعبه هذه كيجي كي المنظر ديالو كيحمق وحتى الريحه غزاله الناس اللي كي كيبغيو العود خفيفه هذا ماشي شي حاجه واو ولكن غزال كيعجبني المنظر ديالو اكثر وهذا البارفان اللي كيحمقني راه سالالي ولكن باقا محتفظه بالقرعه ديالو ما تخيلوش الريحه ديالو كيفاش دايره وخمس دود وتقربوا لنيفكم كتشموها اما الا استعملتوه كل غادي يطلبكم على هذا النوع ولا هذه الماركه اللي استعملتو من شغف عود سويس عربيا الا لقيتوه غير خذوه الناس كازا غتلقاو في ماروكو مول وحطيت هذه المبخره هذه بطبيعه الحال باش تكون عندنا واحد الروحانيات في الدار دائما خصنا نطلقوا العود فهاد المناسبات بحال هكا وبلا مناسبه الصراحه ودرت هاد العلبه هادي هكا حتى هي منيقشه وحليلوه كتحل هكا درت هنا العود العود يعني اللي كناخذو الفاس الحبيبه <applause> وهنا شويه ديال اللبان هذا اصلي انا الصراحه ما كنبغيش داك الرويح اللي كتكون مجهده وداك السرغينه اللي كتكون غير كوروا عطي خصني الحاجة تكون على حقها وطريقها وهنا بغيت نشارك معكم كواليس التصوير باش <applause> تعرفوا حاجه ما سهله خلف الكاميرا أه جبت المرود وبغيت نحطه مع السواك وندير واحد الركن تقليدي ساعه درت بالناقص كبات لي الكحول في فوق الباركي ومن عند عبد الصمد القرشي هذا افضل بخور كان حماق عليه تبر العود جربوه وردو عليا الخبر ميمكنش يخطاني من الدار وخصوصا كي كيديروا الفرص ديال اللي كيكونوا المناسبات العيد رمضان راه كيديروا يعني تاخذوا جوج القطع بثمن الواحده واستغلوا هذه هاد الفرص هذه ما تضيعوهاش يعني تهديوها او لا تستعملوها لداركم ريحته كتحمق كتحمق يا البنات عبد الصمد قرشي بلا ما نحل سميتو القرعه الريحه واصله ما شاء الله نستعملوها في المبخره ديالنا اولا دابا راه كاين العجب في المبخرات دابا كاين حتى هذه اللي الكتريك صراحة اللي في الدول العربيه سعداتكم بهاد الفرص هذه المهم لقيتها انا وخاصه واقيه المهم عمليه كتخدم بحال البغيكي كتشارجا من هنا كنديروا البخور وكنشعلو غندير معكم واحد التجربه هذه لافونتاج ديالها دغيا كتشعل ماشي بحال الفحم عاد كنحرقوه وعاد وعاد وخصوصا الناس اللي يدخنو او لا الا بغيتوا تبخروا حتى السياره ديالكم يعني ما كتحتاجوش تشعلو الفحم بخاتك يعني فين ما مشيتو كديروها في الجيب ديالكم في الشنطه ديالكم تبخروا شعركم كنتو حطارات اي حاجه صراحه كتعتق المواقف ولكن كيف قلت لكم في الدول العربيه كيكونوا موديلات ارقى وزوينين وعمليين المهم انا اعطيتكم فكره وانتم دوروا على الحاجه اللي تناسبكم ما استغلت استغليت العلبه الخشبيه هي كان فيها واحد البغاصلي من هذه هاد الماركه هادي وحطيت فيها عود احنا حنا عود الارك ولكن هو هذا هو السواك العربي اللي كنحكو به سنيناتنا صراحه عنده واحد المنفعه رهيبه اللي وصلنا بها الرسول صلى الله عليه وسلم وايضا يمكننا نستغلو حتى المسك كيعطي واحد الريحه غزاله بزاف راقيه وخفيفه واحد يدهن بها البنيدلات الركينات طليمطات وحتى حتى الماريو ديال الحوايج تحطو طريفات هكاك انا كنبقى نستعمل هاد العليبات هكا صغار وكنقطع طريف هنا ديال المسك ونخليه المسك المسك <applause> ون... ونخليها محلوله منها منظر ومنها كتعطي الريحه غزاله ريحته كتحمق وفي اطار اللون البرونز خديت هاد البلاطو ميغوار غزال صراحة من تيكا ماكس حتى هو كنت شاركت معكم الهميزات اللي كيكونوا فيه هو غادي نحط عليه هاد الطبيصلات هكا هم حتى هما في البرونز خديتهم من محل بودلرز راني سبق لي وشاركت معكم واحد الجوله فيه معينات واكسسوارات راقيين بزاف بزاف الثمن ديالهم كان واقيلا 3 اورو للقطعه غادي نخلي لكم رابط في صندوق الوصف وشوفوا تبارك الله منين كنعمرهم كيفاش كيجيو كي يمكن لكم تحطوا تميرات كرموس مكسرات دبل المعسلات وقت رمضان اي حاجه اللي عندها علاقه بشهر الفضيل هكا كنتو كتصليو كيجيكم واحد الجوع خفيف كتقدروا تمشيو لهذا الركن و تأكلوا الحاجات اللي حاطين فيه منها ديكور ومنها فائده بالنسبه للمعسلات راني شاركتهم معكم هاد البليغات شباكيه بالانواع شباكيه اقتصاديه اللي بالزنجلان وشباكيه الهمه وهي اللوز والزنجلان حتى هي كتجي معلكه بزاف راني خصصت واحد البلاي ليست جامعة فيها كاع جا الشهيوات والمعسلات الرمضانية من العسل وطريقة تحضيره تحضير منزلي ناجح مئة بالمئة بلا ما تحتاجوا القلب ديال السكر خصوصا الناس اللي في الغربة الشبكية كيف قلت لكم بالانواع البليغات البريوات البقلاوة شحال من حاجة والحمد لله لنا الاستحسان ديالكم وكنشكر بزاف الاخوات اللي طبقوا بعض الوصفات ونجحوا معاهم كنقول لكم شكرا بزاف على الثقه ديالكم ما بغيتش نطول عليكم احبابي اكثر لان الفيديو تبارك الله فيه بزاف ما يتقال بزاف ديال الافكار المهم هذا اه كان تحفيز حتى نتوما يمكن لكم واحد الركن بحال هذا استغلوا الادوات والحاجات والاكسسوارات اللي عندكم في الدار وكيف قلت لكم انا كنشارك معكم فيديوهات ماشي غير هكاك باش نعمر القناه وانما باش تستغلوا الهميزات اللي كنشارك معكم وتعرفوا توظفوهم باش ما عليكم هاد الحاجات غاليين يعني الا مشيتو تشريو غير هكاك من المحلات وما عندكمش افكار كيفاش تمزجوا ما بين الالوان راه هادوك المهندسين الديكور حتى هما غير مراتهم كيجيبوا الافكار فانتم استغلوا شوفوا فوتوا المحلات شوفوا الالوان اللي كينسجموا مع بعض حاولوا تكتسبوا هاد الافكار وتوظفوهم في داركم كنتمنى احبابي تشجعوني ولو باللايك لان هذا النوع ديال الفيديوهات كتكون فيهم الخدمه بزاف باش تخرج المعنات والاكسسوارات والافكار ايضا وزيد عاد المونتاج كياخد كي ياخد بزاف ديال الوقت فاقل حاجه هو اللايك والبارطاج خصوصا وإذا الا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ما تنساوش تشتركوا فيها باش ان شاء الله دائما نتشجع ونحط معكم افكار جديده اللي تعجبكم باذن الله و عندكم ايضا اقتراحات ما عليكم غير تكتبوها لي في التعاليق ونقول لكم فرجه ممتعه عواشركم بروكا تهلاو لي فراسكم الفيديو الجاي ان شاء الله بسلامه